donné un objectif en 2020, c'est d'être un pays émergent. تصريح تفاؤلي في أقصى تجلياته من أن الجزائر ستصبح دولة ناشئة اقتصاديا مثل تركيا بعد 3 سنوات، فهل هو تصريح تفاؤلي بعيد عن الواقع أم هو حقيقة يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل تجسيدها وفق معطيات حقيقية، خاصة وأن الجزائر أرست لمفهوم ونموذج اقتصادي جديد كفيل بخلق ديناميكية سريعة في الاقتصاد الجزئي المبني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الشراكة العمومية الخاصة الأجنبية والمحلية؟ وشروط النجاح 3: أولا نبذ أي تفرقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما فيش تفرقة. ثانيا تحسين محيط الأعمال وتبسيط الإجراءات. ثالثا وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، وهو التغيير الجذري، تغيير الجذري في بعض العقليات وردود الفعل السلبية والهروب من المسؤولية. الخبراء من جهتهم يرون أن تحقيق نسب نمو عالية خلال 3 سنوات القادمة أمر صعب التجسيد في وقت يتآكل احتياطي الصرف بشكل رهيب، فقل 20 مليار دولار سنويا ونسبة نمو لم تتجاوز 3% وبطالة فقط 10% وعجز ميزان تجاري فوق 17 مليار دولار وفاتورة تصدير لم تتجاوز 1.5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات. هذا الإجراءات كل ما تخدمش هذا الهدف وما تخدمش هذا يعني الحلم اليقظ، يعني نقدر نقولوا أن هذا ستعرف دوبو 2020 يعود الاقتصاد نتاعنا كاقتصاد تركيا، واقتصاد تركيا اليوم يمثل تقريبا 1000 مليار دولار يعني ناتج داخلي خام في 3 سنوات. يا أخي لو كان يعني عندك هذه الإمكانيات وهذه يعني الكفاءات على مستوى الحكومة ولا حتى على المستوى الداخلي العام في وقت 120 دولار البرميل، هذا ما درناش الشيء هذا يعني. ويبقى النموذج الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا ممتازا نظريا وصعب تجسيد ميدانيا لعدة اعتبارات ومؤشرات اقتصادية تخص الجزائر، لكنه ليس بالمستحيل.